ظهر مشرف حوثي في محافظة الحديدة غربي اليمن في مقطع فيديو مسرب يشكو من التجويع التي تفرضه ميليشيات الحوثي على عناصرها المغرر بهم أمام حالة الرخاء التي يتمتع بها منتسبو السلالة الحوثية. وسمى القيادي الحوثي نفسه أبو سمير، وهو المعين من قبل الميليشيات الحوثية مشرفا لمجموعة قتالية مكونة من 30 عنصرا تتمركز في منطقة مفرق اللاوية بمديرية الدريهمي. والفيديو المسرب يظهر المشرف في مكالمة هاتفية بدا أنها مع قيادي أعلى منه، وهو يقول له قد بيقتلونا، بإشارة منه إلى جنود القوات المشتركة الذين يراقبون تحركات الميليشيات الحوثية جنوب الحديدة بدقة، ويطالب فيه بإشباع بطون جماعته المكونة من 30 عنصرا وتوفير الأغذية لهم. معك أبو سمير يا حي مفرق اللاوي المشرف المركوز بلاش يشبعوا بطوننا وبس يا حي، ما عادش منهم شيء، كل الدنيا مقدا في وقته وبس ومصبور العارة 30 نفر حرام وطلاق قبيهم وقبيهم يقتلون.